لماذا يبدو أنك تقضي معظم وقتك في السرير مستلقيا ولا تفعل الكثير؟ هل أنت شخص يتعب بسهولة ولا يرغب في فعل أي شيء؟ هل تصف هذا النوع من السلوك بأنه مجرد كسل وليس أكثر؟ في الواقع هناك الكثير من التداخل بين الكسل والإرهاق الذي يمكن أن يجعل من الصعب التفريق بين الاثنين. الإرهاق هو حالة سلبية من الإرهاق العاطفي والجسدي والعقلي، ينتج عن الإجهاد المفرط وعدم القدرة على مواجهته. واعتبارا من 2010 أفاد استطلاع أن ما يقارب من 75% من البالغين في الولايات المتحدة وحدها قد عانوا من أعراض الإرهاق، وأكثر من 40% من الحالات كانت أكثر حدة. الآن أكثر من أي وقت مضى أصبح من الضروري التثقف وفهم طبيعة الإرهاق بشكل أفضل، ولذلك إليك 6 علامات منبهة على أن ما تواجهه الآن ليس في الواقع كسلا بل إرهاقا. رقم 1، تشعر بأنك منفصل عن كل شيء. هل تمر بحركات كل يوم كما لو كنت طائرة أوتوماتيكية؟ هل هناك شعور مستمر بالانفصال عن نفسك؟ إذا كنت تعاني من الإرهاق فإن أحد الأشياء التي قد تمر بها ولكنك لا تدركها أو تفهمها تماما ألا وهي تبدد الشخصية. الأشخاص الذين يعانون من تبدد الشخصية في الغالب أولئك الذين يعانون من الصدمة، أبلغوا عن شعورهم بنوع غريب من التنميل العاطفي أو الفراغ، كما لو كانوا يشاهدون الحياة من خارج أنفسهم. لم يعودوا يشعرون بأنهم على طبيعتهم، لا يشعرون بالتفاعل مع أي شيء، وهم يكافحون باستمرار مع الشعور الغامر بالعجز وعدم القدرة على استعادة السيطرة على حياتهم. رقم 2، لقد اعتدت أن تكون متحمسا. الكسل سمة شخصية، وتميل سمات الشخصية إلى الاستقرار بمرور الوقت. لا يشعر الشخص الكسول أبدا برغبة في بذل جهد أو الإقبال على فعل أشياء، لكن إذا اعتدت أن تكون متحمسا ذاتيا وتسعى لإنجاز الكثير غالبا ما تتفوق في مجالات معينة، وقد أصبحت مؤخرا منهكا وغير مبال وغير متحمس، فمن الأرجح أنك تعاني من الإرهاق وليس الكسل كما يعتقد معظم الناس. رقم 3، لقد اعتدت أن تكون شغوفا. الفرق الواضح بين الشخص المنهك والشخص الكسول هو أن الأول كان لديه أشياء كان متحمسا بشأنها، ولكنه قد يكون الآن يكافح من أجل العثور على الاهتمام أو الاستمتاع بذلك الشيء من الآن فصاعدا، سواء كانت موهبة أو رياضة أو مجرد أداء أكاديمي أو احترافي بشكل عام. يمكن أن يصعب عليك الإرهاق القيام بالأشياء التي أحببتها أو شعرت بشغف تجاهها، قد تكرهها أو تستاء منها بسبب مقدار إجهاد نفسك ودفع نفسك إلى حافية الهاوية بسبب ذلك. رقم 4، لقد أصبحت متقلب المزاج وسريع الانفعال. هل تجد نفسك فجأة سريع الانزعاج وسهل الغضب؟ هل تشعر في كثير من الأحيان بأنك خارج عن السيطرة عاطفيا هذه الأيام ولا تعرف لماذا؟ المزاجية والتهيج أمر شائع، ولكن غالبا ما يتم التغاضي عن علامات الإرهاق. لذلك إذا بدأت تواجه مشكلة في التحكم في عواطفك، خاصة عندما لم تكن مشكلة بالنسبة لك، فقد يكون هذا هو السبب. من ناحية أخرى فإن الأشخاص الكسالى يمثلون تناقضا صارخا مع هذا، لأنهم غالبا ما يكونون مرتاحين للغاية، مسترخيين هادئين وغير متأثرين بالأشياء. رقم 5، لقد أهملت رعايتك الذاتية. واحدة من أكثر العلامات التحذيرية المؤلمة التي تشير إلى أن شخصا ما قد يكون منهكا نفسيا وجسديا هي إن بدأت في إهمال رعاية نفسك والانسحاب الاجتماعي من الآخرين. هناك تغيرات مقلقة في أنماط الأكل أو النوم، أنت تتوقف عن بذل جهد لتهيئ نفسك أو تسعى للظهور بمظهر جيد، وتميل إلى قضاء معظم وقتك بمفردك دون القيام بأي شيء، لأنه من السهل جدا إرهاقك حتى في أبسط المهام. يكمن الفرق بين الشعور بالإنهاك والكسل في حقيقة أنك لم تكن دائما على هذا النحو. سادسا، حدثت هذه التغييرات تدريجيا. وأخيرا ولكن ربما الأهم من ذلك، أن الشيء الذي يجب أن تعرفه عن الإرهاق هو أنه يتطور على مراحل،
لذلك كل النقاط المذكورة من قبل فقدان الاهتمام والتحفيز خاصة في الأشياء التي كنا نحبها والشعور بالانفصال عن نفسك والانفصال عن كل شيء من حولك والانسحاب الاجتماعي وإهمال الرعاية الذاتية لن يحدث بين عشية وضحاها. تشير الدراسات إلى أن هناك بالفعل 5 مراحل رئيسية من الإرهاق، كل منها بدرجات شدة متزايدة: مرحلة شهر العسل، بداية التوتر، الإجهاد المزمن، الإرهاق، والإرهاق المعتاد. يبدأ العديد من الأشخاص في تجربة الأعراض في وقت مبكر من المرحلة الثانية، حيث لا يزال هناك قدر معتدل من التوتر، ولكن التفاؤل والاهتمام والتحفيز والأداء قد يبدأ بالفعل في الانخفاض. وبحلول الوقت الذي تصل فيه إلى المرحلة 5 والأخيرة، أصبح الإرهاق بالفعل جزءا لا يتجزأ من حياتك، لدرجة أن التعب النفسي والجسدي المستمر يصبح أكثر حدة ويصعب علاجه، يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق. إن اكتشاف علامات الإرهاق مبكرا يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لك للحصول على المساعدة والتعافي منه. لهذا السبب من المهم جدا زيادة الوعي حول الإرهاق بدلا من رفضه ببساطة باعتباره كسلا كما يفعل معظم الناس. لذلك إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من الإرهاق العقلي أو العاطفي، فالرجاء عدم التردد في التواصل مع أخصائي رعاية الصحة العقلية والتحدث معه حول هذا الموضوع. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا فتأكد من الضغط على زر الإعجاب، ولا تتردد في ترك تعليق أدناه بأفكارك وتجاربك واقتراحاتك ومشاركتها مع من يكافحون ضباب الإرهاق. لا تنسى الاشتراك، وتأكد جيدا من الضغط على جرس الإشعارات. وكالعادة شكرا للمشاهدة.